السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم هو البقلاوة التركية بثلاث أشكال وبثلاث حشوات مختلفة، وبنفس العجين، معجين الفيلو أو عجين الجلاش بالنسبة للبنات اللي عايشين في الدول العربية. فعلى بركة الله إن شاء الله نبدأ وصفة اليوم ونوريكم الجلاش أو عجينات الفيلو اللي استعملت في هاد البقلاوه، لانه بنات بزاف كيسولوني على المنتجات منين كنشريها وشنو الاسماء ديالها، خصوصا البنات اللي عايشين في مصر. فهذه هي الماركه ديالو اللي استعملت، قلاش الكرامه، وكاين واحد الماركه احسن من هذه سميتو قلاش الزهار، حتى هي زوينه بحال الورقه تاع المغرب. فبالنسبه للحشوات اللي غادي نستعمل هي حشوات القشطه وحشوه الفول السوداني او الكاوكاو. فهنايا انا كنعمل القشطه، كنعملها في البيت في المنزل. فهنا هذه هي الطريقه ديال القشطه، ممكن تعتمدوها، طريقه جد ناجحه. وهذه هي القشطه اللي كيستعملوها في البقلاوه السوريه او التركيه. فهنا كنجيب عندي الحليب او اللبن، كنحط انا هنا تقريبا حطيت نصف لتر، وكنحط عليه الخل. بالنسبه للخل حطيت تقريبا ربع كوب صغيره، او لا كتحطوا 3 معالق هكذا كبيره من الخل، وكتخليوه هكذا كتبقاو تحركوا فيه هكذا فوق نار تكون يعني متوسطه، حتى كي يقطع كما كيسميوه اخواننا المشارقه، او حتى كي بحال مثلا في المغرب ملي كيخسر هكذا الحليب كنخليوه بحال هكذا حتى كيولي يتجمع عندنا قطعه واحده، وبعد ذلك كنطفيو عليه النار كما غادي تشوفوا معايا. وهنا بعد ما كنشوفو كيتفصل الماء على هذاك الحليب، فقط كنحيدوه من زو كنزولوه من فوق النار وكنصفيوه، وكنمشيو نحضروا الورقه ديالنا هكذا، كنسرحوها فوق قماش وكنغطيوها بفوطه يكون شويه هكذا مبلله باش ما تنشفش لنا هذيك ورقه القلاش او ورقه الفيلو اللي عندنا. بالنسبه للحشوه الاولى فهنايا انا استعملت فقط الفول السوداني او الكاوكاو، يعني لكم الاختيارات، ممكن تستعملوا اللوز. وحطيت عليه قليل من الماء زهر، وانا نحط عليه قليل من القرفة وقليل من العسل، ملعقة صغيرة تقريبا. بالنسبه للحشوه هي القشطه اللي عملناها مع بعض، هذه القشطه كتجي رائعه جدا، كنصحكم البنات تجربوها. وبعد ذلك كنضيف عليها واحد العلبه ديال القشطه صغيره، هذا النوع اللي كنستعمله انا، وكاين النوع الثاني تاع كنظن اسمه دريم،
هي ديال هي يعني العبوة ديالها حديد، وهذه فقط يعني خفيفة، القشطة تاعها خفيفة ماشي بحال التانية ثقيلة. فقط كنخلطهم مع بعض جيدا بهذا الشكل، وكان غادي نبداو الحشوة ديالنا. غادي نوريكم بالنسبة الطريقة للطريقة، البنات، اللي غنحتاجو زبدة دايبة او لا غنحتاجو السمنة، ونحتاجو لهذا القطيب او العصاية ديال الملعقة الا ما عندكمش هذه الانواع من القطبان، ونحتاجو الورقة تاع القلاش. انا هنا استعملت جوج ورقات، انتم لكم الاختيار، ممكن تستعملوا ورقة واحدة، انا كنفضل ورقة واحدة لانه هذه جاتني شوية سخينة، فانتم استعملوا ورقة واحدة فقط، كتجي حسن وكتجي زوينة. هنا كندهن الورقة اللي عندي بالزبدة جيدا يعني كاملة هكذايا، ومن بعد كنبدأ نحط هذاك القطيب ديالي تاع الحديد، وغادي نبدا نحط الحشوه هكذا. كندير واحد التنيه من الفوق كما كتشوفوا باش ما تخرجش لي هذيك الحشوه على برا، ومن بعد غادي نحط هذاك القطيب اللي عندي، اولا كما قلت لكم ممكن تستعملوا اليد ديال الملعقه تاع الخشب، اولا ممكن تستعملوا تاع القطبان تاع المشاوي الخشب ايضا ممكن تستعملوهم. فهنا كنحط هذاك القطيب وكنلوي عليه هذيك يعني هذيك التنيه اللي عملت، ومن بعد كنحط هذاك الكاوكاو ديالي اولا الفول السوداني. كما قلت لكم ممكن تستعملوا اللوز اولا ممكن تستعملوا البيستاش الفستق، فكل واحد على حسب المقدره ديالو ممكن تحشو به يعني هاد البقلاوه. هم الاتراك اغلبهم كيحشوها باللوز يا اما بالفستق، يعني مشهوره عندهم بالفستق كتجي رائعه حتى هيايا. فكنبقى كنحشي كنحط هذيك الحشوه ديالي على هذه الطريقه يعني بشكل مستطيل حتى كنكمل الكميه كلها، وكنبدا كنلف بها كما غادي تشوفوا الفيديو. ومن بعد كنحاول اني هكذا نضغطها قليلا باليد ديالي يعني حتى كيولي عندي فيها هذاك التكماش، وكنجيب صينيه مدهونه بالزيت وكنحط فيها هذوك البقلاوه ديالي اولا هذوك القطبان تاع البقلاوه، كنحطهم في صينيه تكون مدهونه بالزيت فقط، وكنحطهم هكذا وكنكمل الكميه اللي عندي. ومن بعد كنمر لطريقه الحشوه تاع القشطه، غتكون بنفس الطريقه ايضا يعني نفس النظام، كندهن بالزبده وكنحط القشطه وكنلوي هكذايا وكنحطها. وبالنسبه للاصاور الست يعني كتكون فارغه من الداخل، ما كندهنهاش ما كنحشيهاش، فقط كنلويها هكذايا وكنعمل فيها داك التكماش وكنحطها كنحشيها بعد ما كتطلع من الفرن. Thank you.
بعد ما خلصنا كل الكمية اللي عندنا تاع البقلاوة ودهناهم جيدا بالزبدة أو بالسمنة بالنسبة للبنات في الدول العربية، كنقطعوهم جيدا مسكينة حادة كما كتشوفوا في الفيديو، ومن بعد كندخلوهم للفرن. هما كيطيبوا بسرعة، يعني كيطبخوا بسرعة، ما كيطولوش في الفرن. وبعد ذلك كنسقيوهم بالشربات أو بالشيرة. فبالنسبة لهاد الشربات البنات، كنت عملتها معكم من قبل، غتلقاوها في القناة. هي هنا كوبايتين سكر أو كوباية سكر على كوباية ونص من الماء، وتحطوهم فوق النار حتى كيغليو بدون ما بدون تحريك. فقط مني كيغلو كنعصروا عليهم عصرة ديال الليمونة ولا عصرة ديال الحامضة. فقط كتخليهم هكذا ربع ساعة، ومن بعد كتحيدهم من فوق النار وكتسقيو بهم الأشياء اللي بغيتو تسقيو بها. فهنايا هذه هو الشكل ديال البقلاوة، هني بقلاوة المكسرات أو بقلاوة الفول السوداني، وهذا ديال القشطة، وهذيك الأساور ست حشيتها هكذا بالقليل من الفول السوداني اللي بقى ليا من الخلطة اللي حشيت بها المستطيلات. فهذو كيجيو رائعين، نتمنى البنات تجربوهم. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخلوا لي لايك ديالكم او ضغطوا على الاعجاب، وتشتركوا في القناة اذا مازال مش مشتركين، وتخلوا لي تعليق ديالكم، وشاركوا الفيديو مع اصحابكم واصدقائكم. مش تعم الفائدة، ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.